لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. عادوا والعود أحمد، وما أجمل العودة والزيارة بعد غياب، كبدا المحبون والمشتاقون فيها مرارة البعد والحرمان، بقلوب يسكنها الشوق والأنس، تاركين خلفهم الدنيا بضجيجها ومشاغلها، راحلين بقلوبهم إلى الله تعبدا وخضوعا وامتثالا لأمره. بدأ حجاج بيت الله الحرام التوافد صباح اليوم الخميس 8 من شهر ذي الحجة بالتوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية قبيل وقوفهم غدا الجمعة على صعيد عرفات الطاهر في يوم الحج الأكبر، وسط إجراءات أمنية وصحية مشددة في أول موسم للحج بعد جائحة كورونا. يوم التروية هو يوم 8 من ذي الحجة، وسمي بهذا الاسم لأن الحجاج كانوا يروون من الماء من أجل ما بعده من أيام، وقيل إنما سمي يوم التروية بذلك لأن الناس يروون بالماء من العطش في هذا اليوم، يحملون الماء بالروايا إلى عرفات ومنى. وقيل إنما سمي بذلك لحصول التروي فيه من نبي الله إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام. في يوم التروية يغتسل الحاج ويحرم إذا كان متمتعا، أما المفرد والقارن فيبقيان على إحرامهما الأول ولا يتحللان منه، ويخرج إلى منى ويبيت بها ويكثر فيها من التلبية ويصلي فيها الصلوات الخمس، يصلي الرباعية منها ركعتين فقط تقصيرا، الظهر والعصر والعشاء. يقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومشعر مزدلفة على بعد 7 كيلومترات شمال شرقي المسجد الحرام، وهو حد من حدود الحرم تحيطه الجبال من الجهتين الشمالية والجنوبية، ولا يسكن إلا مدة الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مشعر مزدلفة وادي محسر.